السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم مرة تانية في كورس سويتشنج. كورس بداية أول كورس في كورسات CCMP. ما زلنا في كورس سويتشنج في بارت 4. ده أول حلقة في بارت 4. احنا خلصنا بارت 1 و 2 و 3. بارت 3 دوت كان السبانينج تري, وده أكبر بارت. كان فيه شباتر كتير, مش عارف كان فيه 7 أو 8 شباتر. الحمد لله خلصناهم. بارت 4 ده مالتي لاير سويتشنج, هم حلقتين ان شاء الله نخلصهم الفيديو دوت والفيديو اللي بعده, ويبقى احنا كده قطعنا اكتر من نص المفروض هم 7 شابترز يعني. فمفروض ان احنا كده اخدنا شوط كبير قوي ان شاء الله, وان شاء الله نخلص الكورس على خير, وان شاء الله نكمل في كورسات تانية بعد كده. المالتي لاير سويتشنج, المالتي لاير سويتشنج هيتكلم البارت 4 دوت عن جزئين. اول حاجه اول شابتر فيهم هو المالتي لاير سويتشنج, وده اللي هيتكلم معاه في الحلقه الثانيه, والحلقه الثانيه اللي بعديها عن الدي اتش سي بي, وده اللي هنشوفه في الحلقه الجايه ان شاء الله تعالى. اول حاجه هنبدا نتعامل فيها هنا كونسبت الانتر فيلان راوتينج. كل الجزء اللي فات دوت كنا بنتعامل مع السويتش دوت على اساس ان هو لاير 2 ديفايس. دوت اول فيديو, او من اول هنا ورايح هنبدا نتعامل مع ان احنا ممكن يبقى عندنا حاجه اسمها مالتي لاير سويتش. مالتي لاير سويتش ده يعني لاير 2 ولاير 3. تعال نقول ان احنا لو كنا بنقول دايما في كورس سي ان اي, وكنا دايما بنتكلم في سويتشنج ان فيلان 1 معزول عن فيلان 2 معزول عن فيلان 3, وان مفيش حد هنا يقدر يكلم حد هنا او حد هنا الا لو عدوا على راوتر. وبالتالي لو احنا عندنا 3 فيلان فاحنا محتاجين 3 انترفيسز. ده على اساس ان احنا عندنا في الراوتر انترفيسز بنرميهم يعني. علشان كده احنا ابتدى نعمل حاجة تانية اسمها ترانك, وترانك دوت بنقلاو عليه الفيلانز, وهنيجي هنا على الراوتر بنعمل حاجة اسمها سب انترفيسز, ودوت برضو احنا شفناه في كورس السي سي ان اي. الجديد معانا في الكورس دوت في حلقة النهاردة ان شاء الله ان احنا ازاي يبقى في حاجة اسمها مالتي لاير سويتش, ان احنا مش محتاجين الراوتر, لان زي ما احنا قلنا ان السويتش بيعمل اللاير 2 واللاير 3 فانكشناليتي. فمجرد ما تكون فيلان 1 و 2 و 3 كونفيجرد على السويتش دوت, فاحنا ممكن يقدروا يتكلموا بعض عن طريق لاير 3 سويتش. تعالوا نبدا نشوف ايه انواع الانترفيسز اللي موجود في المالتي لاير سويتش. زي ما بنقول كده يعني ممكن نقول ان احنا هنشرح السويتش ونبص جواه على التايب اوف انترفيسز, وايه الفرق ما بين ايه الانترفيسز اللي موجوده عليه لوحده, وايه الانترفيسز اللي كانت موجوده عنده عند اللاير 2, ايه الحاجات اللي كانت ايه اللي بتميز الانترفيسز السويتش دوت عن غيره. اول حاجه هو عنده لاير 2 انترفيسز عاديه جدا, يعني ممكن نقول ان الاربعه دول موجودين في بريدج. البريدج دوت اللي هو كانه فيلان, كانها في فيلان 11, وان البورتات دي تبقى اكسس عادي جدا. وبس احنا محتاجين بس ان احنا قبل اي انترفيس نكتب كلمة سويتش بورت. سويتش بورت ديت اللي بتقول للسويتش لير 3 ان الانترفيس زوت هيتكونفيجر عليه سويتش بورت لير 2 كونفيجريشن. يعني اكزامبل كده, لو انا عندي انترفيس جيجا 1 على 1, هاجي في الاول هقول له سويتش بورت, وبعد كده هقول له switch port mode access مثلا يعني, وهنقول له switch port access VLAN 11. ده لو انا عايز اكونفيجر انترفيس 1 على 1 لو كان هو الانترفيس دوت مثلا. في عندنا type of interface تاني, وهو الترانك انترفيس. ان انا عندي فيلان 11 وفيلان 20, هنجمعهم الاثنين وهيخرجوا على ترانك انترفيس دوت برضو. بس برضو محتاجين ان احنا نحط في الاول كلمة سويتش بورت, يعني هنيجي نقول برضو سويتش بورت, وبعد كده نقول سويتش بورت مود ترانك, سويتش بورت ترانك allowed او encapsulation dot one queue او ISL او allowed VLANs كذا وكذا وكذا, زي ما شفنا في جزء السبانينج تري. لاول مرة بقى عندنا انترفيس من نوع جديد, وهو اللاير 3 اللاير 3 بورت. ان الانترفيس يكون عليه اي بي ادرس كانه راوتر. هو عايز يوريك من الرسمه ديت ان السويتش ده عباره عن مجموعه من انواع البريدجات,
وكمان في راوتنج فانكشناليتي. هاجي على الانترفيس دوت هقول بقى نو سويتش بورت، يبقى عشان اللاير 3 كونفيجريشن هقول نو سويتش بورت، وبعد كده اكتب الاي بي ادريس وانزل الاي بي ادريس، وبعد كده انزل عفوا انزل الماسك. الحاجة برضو اللي بقى بتميز اللاير 3 سويتش عن كمان الراوتر الاس في اي بورت، الاس في اي بورت ان انا ممكن مجموعة البورت زي ما احنا قلنا ان كل دول بينتموا لفيلان 11، ان انا ادي جيتوي واحد لفيلان 11 واكون له واعمل له انترفيس فيلان. الراوتر ممكن يكون انترفيس عنده عليه اي بي لكن ما يقدرش يدي لوجيكال انترفيس عليه مجموعة اي بي، طبعا ده غير الراوتر اللي فيه في راوتر طبعا عنده سويتشنج فانكشناليتي، دي حاجه تانية ملناش دعوه بيها، لكن احنا بنتكلم الراوتر اللي هو راوتر بس. كذلك السويتش اللاير 3 دوت سويتش عنده مالتيبل انترفيسز، عنده انترفيسز كتير قوي، واحنا هنخليهم جيت واي واحد، فبنعمل لوجيكال انترفيس اس في اي انترفيس بنسميه انترفيس فيلان وندي الفيلان اي بي. واحد هيجي يقول لي لا على فكره اللاير 2 انترفيس كان فيه انترفيس فيلان وكان بندي له اي بي برضه، وده خدناه في كورس السي سي ان اي. خلي بالك الاي بي اللي انت كنت بتديه في كورس السي سي ان اي ده كان اي بي فور مانجمنت عشان تعرف تمانج منه السويتش، لكن ما كانش الانترفيس فيلان دوت تقدر تخلي يكون عندك اكتر من انترفيس فيلان كلهم ليهم اي بيز ويقدروا يكلموا بعض من خلال الانترفيس فيلان ديت، الا لو كان في السويتش دوت بيكون بيسبورت لاير 3 فانكشناليتي. لكن هنا ديت اول حاجه نبدا يقدمها المالتي لاير سويتش. يبقى نقدر نقول ان هو عنده اكسس وعنده ترانك وعنده لاير 3 بورت وعنده كمان اس في اي. هنبدا نشوف في الكورس او في الشابتر دوت ازاي السويتش لاير 3 بيبقى بيعمل الراوتنج فانكشناليتي. كأي راوتر هيبقى سويتش لاير 3 دوت هيبقى عنده يقدر يعمل راوتينج بروتوكول. الراوتينج بروتوكول ده هيبقى محتاج ان هو يعمل، هيبقى عنده حاجة اسمها روت بروسيسور. البروسيسور دوت هو اللي هيعمل بروسيسنج لكل حاجة. لكن ان انا كل باكت تيجي لي سويتش ابدا اعمل لها بروسيسنج دوت بياخد هيدك كبير جدا، وده محتاج ان الروت بروسيسور يبقى كبير قوي، وده هيأثر على افشنسي، وعشان الدنيا تبقى اكبر يبقى محتاجين روت بروسيسور عملاق جدا. فعملوا حاجة تانية اسمها سويتشنج انجن. سويتشنج انجن ده ببساطة جدا ممكن تديله اكزامبل زي شورت كات اللي انت بتعمله عندك على الكمبيوتر. انت عندك عامل فولدر جوه فولدر جوه فولدر وعامل باس كبير قوي، وفي النص بتعمل شورت كات بره، مش عايز تعرف انت وصلت ازاي للنتيجة ديت، بس مهم لما تكليك هنا توصل للنتيجة اللي انت وصلت لها. ده ببساطة جدا اللي بيعمله الروت بروسيسور السويتشنج انجن. الروت بروسيسور هيبدا يقول ان انا وصلت للاي دي او للنتورك اي دي ديت عن طريق اوس بي اف، وان ده بيست باس و و و، وان انا كان عندي اكتر من روت، ودوت البيست روت لي. سويتشنج انجن مش محتاج ده كله، هو عايز يعرف ان النتورك دي يوصل لها عن طريق الجيت واي دوت ببساطه جدا. عشان كده فعلا بيسموها كانه هو بيعمل شورت كات باس. عشان كده برضو بيقولوا على الطريقه ديت، وديت الطريقه التراديشنال للمالتي لاير سويتشنج، ان انت روت وانس اند سويتش ماني، اعمل راوتنج مره واحده بس اللي هو هيعمله روت بروسيسور، والسويتشنج انجن هيبقى ياخد الشورت كات دوت وهيشتغل عليه، وهو اللي هيسويتش الترافيك بيزد على التيبل اللي هيكون عنده. طبعا دوت هيتطلب ان السويتشنج انجن دوت يكون متعرف على كل الروت بروسيسور، يعني ما ينفعش تجيب سويتشنج انجن مش عارف البروتوكول او الطريقه اللي بيشتغل بيها الروت بروسيسور وتخليهم يشتغلوا مع بعض. الطريقه ديت دي الطريقه التقليديه، ودي بيسموها النت فلو سويتشنج او الروت كاش سويتشنج، كانوا بيكيش الراوتنج عنده. سيسكو صراحه ابتدت تعمل حاجه جديده اسمها سيف، والسيف دوت المفروض بقى مكمل، هتفضل على طول تسمع سيف دي كتير قوي. السيف اللي هو سيسكو اكسبريس فوروردنج، انا عايزك تشوف الرسمه دي وتخليها قدامك، هنرجع لها كتير. كنت بقول لك ان انا احد انواع وانا بذاكر ان انا كنت دايما لو بلاقي انستراكتور بيعرض برزنتيشن زي كده، ان انا كنت دايما ابرنت برزنتيشنز ديت واكتب عليها الهنس. فخلي لو انت كده خلي الورقه دي على جنب، هنرجع للورقه دي كتير قوي. دوت بيفصص لك اللاير 3 سويتش من جوه،
مش البورت زي المرة اللي فاتت، لا ازاي هو بيتعامل مع ازاي بيتعامل مع الباكيت. هو بتجيله انجلس باكيت هنا، هيبدأ هيبقى في حاجة اسمها سيف بونت، ان هو حاجة هتروح للراوتينج تيبل عنده، وهيكريت حاجة تانية اسمها الراوتينج تيبل، ومن الراوتينج تيبل هيبدأ يبعت ارب وياخد ارب كاش، يشوف الماك ادرس بتاع النكست هوب دوت فين، ويطلع الباكيت تاني. وحاجة تانية هيبدأ يتميز بيها اسمها فيب والادجيسنسي تيبل. عايزين نعرف ايه الفيب والادجيسنسي تيبل دول، وامتى بيستخدمهم، وامتى بيستخدم الراوتينج تيبل والارب تيبل، وايه الفرق ما بين الاتنين دول. تعالوا اضرب لكم اكزامبل واخرج شوية عن البرزنتيشن عشان يبقى الطريقة الدنيا اسهل. تعال نقول ان الراوتينج تيبل ده بيبقى عندي نتورك ممكن اكون عارفها بالريب، وممكن اكون عارفها بOSPF، حاجات عنده EIGRP static. وهنقول مثلا ان النتورك دي هو كان عارفها بالريب، هيبقى عنده حاجة اسمها administrative distance وانتوا عارفينها احسن مني، وحاجة تانية اسمها metric برضو وانتوا عارفين الكلام دوت احسن مني. تقول ان 10.1.1.0/24 اقدر اعرفها عن طريق 192.168.1.5، ده الراوتينج تيبل اللي احنا عارفينه. الفيب بقى غير كده خالص، الفيب بيجي ياخد الكلام ده وياخد الكلام دوت في تيبل جديد، التيبل ده اللي اسمه الفيب تيبل. هياخد الكلام دوت وهيعمل له ري اوردرنج، يعني هيرتبه من الاصغر للاكبر وهيحطهم. هو مش مهم عن الفيب تيبل انت حسبت النتورك دي ازاي ولا وصلت لها ازاي، الكلام دوت عمله الراوتينج بتاعي او الروت بروسيسورز بتاعي او الراوتينج تيبل اللي موجود عندي. انا عايز اعرف ان انا لو جات لي باكيت في الرينج ده اطلعها للجيت واي ده. وعندي تيبل تاني اسمه الادجيسنسي تيبل، بيقول لي ان 192.168.1.5 دي معناها فاصل ايثرنت 0/1، يبقى معناها لما تجيلي الباكيت دي طلعها على ده. ده الميزه عنه عن التاني ان هو دلوقتي ما بقاش بيعمل راوتنج لكل واحده، لا ده هو عنده تيبل سريع جدا. اول حاجه كمان في الصناعه او في الاسكس بتاعه السويتشنج ده ارخص، المواد اللي بيصنع منها الفيب والادجيسنسي الاسكس بتاعتهم ارخص بكتير قوي، من لان هي مش بتحتاج تعمل بروسيسنج، ده هي بتاخد الراوتينج تيبل وبتعمل له ري اوردرنج، بتشيل منه الجزء اللي هي مش مهتميه بيه قوي. تعالوا نرجع نبص تاني. الفوروردنج انفورميشن بيز بيعمل ري فورمات للراوتينج تيبل عن طريق ان هو بيعمل له اوردر ليست مع عن طريق الموست سبيسيفيك روت فيرست، بيحط الموست سبيسيفيك روت فيرست. يعني ايه موست سبيسيفيك روت فيرست؟ يعني سوري، يعني لو انت عندك 192.168.1.50/32، وبعد كده عندك 192.168.1.0/24، وبعد كده ممكن تبقى عندك 192.168.0.0/16، هنا ده الموست سبيسيفيك، وبعد كده ده، وبعد كده ده. يبقى هو بيرتبهم بنفس الترتيب ده، بيحط الموست سبيسيفيك الاول، وبعد كده اللي بعده، وبعد كده اللي بعده. هتلاقي في الفيب تيبل حتى الانترفيس /32 هتلاقيها موجوده. وده اكزامبل لو انت هتعمل شو اي بي سيف، هتلاقي عندك كل الحاجات اللي موجوده لو اتعرف عليها من فيلان 1. لو انت جيت قلت له انا عايز سيف لاي حاجه في 10.1.255.255 لونجر بيرفكسز، فيجيب لك يقول لك دي /24 ودي 32 ودي 32 وديت وهكذا وديت 24 وديت 26، وهيبدأ يقسمهم لك كله. محتاج تشوف وانت بتشوف الفيب تيبل، هتلاقي لما انت تيجي تعمل اي بي معين او لصابنت معين هتلاقي فيه فيرجن مكتوبة دي. بص شوية معلومات حلوة انت تعرفها، يعني مش مهم، انا مهم عندي انك تعرف ايه هو الفيب وايه الفرق ما بين الراوتينج دي اللي احنا كنا حكينا عليهم هنا. الفيرجن ديت هو
كام فيرجن نمبر عملها السيف ابديتد، والاي بوش زيرو ديت وكام مره عمل ريجينريشن او السيف حصل له فلاشت كله اند ريجينريتد از هول. يبقى احنا حصل فلاش للسيف تيبل كله والسيف تيبل اتغير. هو دوت اللي انا كنت بقوله ان الهاردوير سويتشنج بروسيس which is no expensive or time consuming operation are needed. ليه احنا محتاجين الفيب عن الراوتينج؟ no expensive ارخص بكتير قوي، time consuming اقل بكتير قوي لان هو ما بيحسبش. تمام، هو واخد كوبي من الراوتينج تيبل. دلوقتي الباكت لما بتيجي ما بتجيش ليه؟ تعال نرجع للرسمه. الباكت لما بتيجي النورمال الطبيعي النورمال سيف ان هي بتيجي هنا ما بتقعدش اعمل لها بروسيسنج، بتيجي هنا اهوت بيلاقي تيبل يدخله على ادجيسنس تيبل تخرج تحصل لها ري رايتنج، ومن الري رايتنج يبدا يطلع للاجرس باكت. محتاجين اعرف طب امتى بقى ما بيخشش على الفيب بيحصل له سيف بونت ويطلع على الراوتنج تيبل؟ ده اللي هنشوفه حالا. بيحصل لها لما الانتري مش موجودة في الفيب او الفيب مليان، انتري جديدة مش موجودة في الفيب، ممكن تكون مش موجودة كانتش موجودة في الراوتنج تيبل او لسه مش ابديتد ما وصلتش للفيب، او الفيب مليان موجودة على مليان على اخره، او التايم تو ليف اكسبايرد الباكت عدت 16 هي دي الراوتنج تشوفها ليه، او الماكسيمم الام تي يو بي اكسيد وكان المفروض الباكت دي كان المفروض يحصل لها فراجمنت، او لو كانت اي سي ام بي باكت، او لو في انكابسوليشن نوت سبورتد فهو مش عارف يتعامل معها ازاي، لو كان في تانل والترافيك ده جوه تانل برضه هو مش عارف يعمل فيها ازاي، او لو في اكسس ليست او نت. الحاجات ديت بتخليها تحصل سيف بونت. لما بيحصل سيف بونت بيبدا يسيب الطريق الطبيعي ويبدا يروح للراوتنج تيبل. محتاجين نعرف ان احنا عندنا نوعين من السيف. احنا قلنا السيف بي اوبتمايز، السيف دوت محتاج يستخدم سبيشال هاردوير عشان نشتغل السيف، عشان كده في اتنين هاردوير، ففي حاجه اسمها اكسلريتد سيف وفي حاجه اسمها ديستريبيوتد سيف. الاكسلريتد سيف دوت ديستريبيوتد معظم المالتي لاير فوروردنج انجن دوت بيشتغل از كاش، بيكيش الحاجات اللي بتستخدم كتير. زي ما بيقول لك this engine don't have capability to store or use entire fib، يعني انا ما اقدرش اكيش كل اللي موجود في الراوتنج تيبل، انا بستخدم الحاجات اللي بيجي عليها ترافيك كتير قوي بيعمل لها كاشنج عنده، ولو لو الفيب دخلت وهي مش متكيشه هيبعت يسال اللاير 3 انجن على فيب انفورميشن ثانيه. ديستريبيوتد سيف وده كومبليتلي على اللاير 3 زي كاتاليست، ده بيبقى كارت بيسبورت ديستريبيوتد سيف وده هيبقى عنده كل الراوتنج تيبل. يبقى لا اما انا هكيش جزء صغير منه لا اما هجيب كل الراوتنج تيبلز، بس طبعا ده بيبقى موجود في الحاجات العاليه زي 6500 وده هيبقى موجود اكيد في الحاجات الصغيره. الادجيسنسي تيبل، الادجيسنسي تيبل هو المسؤول عن ان الجيت واي دوت اخرجه على اني انترفيس عندي على السويتش. يعني انا في الراوتنج تيبل بقول ان 10 1 1 1 0 تروح ل 192 168 1 5. انا عايز اشوف انا كسويتش فين الانترفيس، يعني باكيت جت من هنا وانا عندي 3 4 انترفيس اخرجها من هنا ولا من هنا ولا من هنا. ده الادجيسنس تيبل اللي هياخد 192 168 1 5 ويترجمها ونقول يعني الباكيت دي تخرج من هنا. يبقى هو مسؤول على النكست هوب علشان يشوفها وهيشوف الماك ادرس بتاعه النود ويبدا يوصل لها. تعال نشوف الدنيا شغالة ازاي. يعني لو احنا قلنا ان كان في ارب كاش، بص انا حاولت اجيب لك الكنترول بلين وده بيسموه كنترول بلين، ده اللي بيحسب وبيعمل كل حاجة في الدنيا وده اللي بيسميه داتا بلين.
الداتا بلين يعني الترافيك بيجي من هنا الترافيك بيجي من هنا ويخرج من هنا، ده طريق الداتا. الكنترول بلين ده اللي بيحسب، ده اللي بيكمبيوت، ده البروسيسنج، ده الروت بروسيسور، ده العقل، ده المخ، وده العضلات. حلو كده. زي ما انت بتشوف كده ان دوت اللي قال لك ان ان دي ستاتيك وميتريك 1، وقال لك ان نتورك دي تقدر تطلع لها النكست هوب، ده الفيب سقط الاثنين دول، مش مهم بالنسبه له انت حسبتها ازاي ولا جبتها ازاي، ولا انت كان عندك اكتر من ديستنيشن وانت جبته ولا ما جبتوش، مش فارق معاه خالص الكلام دوت. ولو انت جيت تعمل ارب، الارب تيبل ل 192 168 واحد، هيبدا بعد ما يطلع جيت واي هيبدا يعمل الارب، الارب دوت هيجيب له ماك ادرس، الادجيسنس تيبل بتاخد الماك ادرس بتاع الاي بي دوت عشان تبدا تقول الانترفيس بتاعه فين. تعال نشوف، ادي شو اي بي سيف، تعال نشوف شو اي بي سيف ل 10.1.1.2 هيقول له 10.1.1.2 ديت عرفها عن طريق فيا 101، و هيقول له ان السيف دوت انجلين ادجيسنسي، وهنتكلم انجلين ادجيسنسي وايه اللي مش انجلين ادجيسنسي. تعالى بقى اعمل شو ادجيسنسي ديتيل، جو ادجيسنسي ديتيل دي هيقول لك ان الفاص ايثرنت ده هو اللي ليه ادرس، ده هو اللي ليه الماك ده، والفاص ايثرنت ده هو اللي ليه الادرس دوت والماك دوت، فهو اللي بيربط الماك ادرس بالانترفيس. لو السيف جرين ستيت يبقى دوت انا محتاج ارب ريزوليوشن، لو الارب ريبلاي نوت ريسيفد في خلال 2 سكند هيحصل ثروتلينج في الارب ريكويست، هيحصل له تريجر تاني. تعال نشوف ايه انواع الادجيسنسي جرين ده كده تبقى الدنيا، لو الدنيا شغاله في نال ادجيسنسي، نال لو انا لو الانترفيس دوت بيرمي على نال انترفيس، النال انترفيس دي هنشوفها في جزء الراوتينج. بصي يعني الحاجات دي هتبقى باينه اكتر في جزء الراوتينج، لو انت حكايه النال احيانا انت بترمي الترافيك على باك هول في النتورك اللي عايز تجيبه بس في الراوتينج تيبل، وبعد كده تاخد عليه اكشن تاني. دروب ادجيسنسي، النال ادجيسنسي ديت مش هتفهمها غير لما نتكلم في الراوتينج تيبل بعمق، وده مش هيبقى موجود غير في كورس الراوتينج ان شاء الله. ان شاء الله اول ما نخلص كورس سويتشنج هنبدا في كورس الراوتينج. الدروب ادجيسنسي لو انا مش عارف السويتش، مش عارف يفورورد الباكت ديت نورمالي، هيدروب الباكت ديت. ديسكارد ادجيسنسي ديت لو كان في اكسس ليست او في بوليسي اكشن. بونت ادجيسنسي دي معناها ان هو محتاج ان انا ابعتها لللير 3 انجن، محتاج ابعتها للروت بروسيسور يعمل لها فرصة البروسيسنج، ديت مش باكت طبيعيه. امتى بخرج من الادجيسنسي؟ لو ما فيش ادجيسنسي، لو هي انكمبليت او حصل لي انكابسوليشن، او هي ما كانتش سبورتد، او كانت اي سي ام بي، او كان في اكسس ليست، بلا بلا بلا، الباكيت ري رايت. يبقى تعالى كده نرجع للرسمه الجميله بتاعتنا ديت. زي ما قلنا بقى ان ده كنترول بلين، ده المخ، ده الداتا بلين، ده العضلات. الباكت بتيجي هنا وبتمشي هنا، ما بتروحش هنا، ما يحصلهاش بونت الا في شويه حالات، ده اللي احنا شفناهم. امتى بتروح للراوتينج تيبل؟ لو دوت كان مليان او مش قادر او مش سبورتد او كان في اكسس ليست او تايم تو ليف، ديت كيسز قليله قوي. الطبيعي ان الداتا بلين بتمشي كده، تمام، بتخش على الفيب. طب ليه بتخش على الفيب؟ قلنا دوت ارخص واسرع،
دوت بيحسب كل حاجه، وانا بوصل للنتيجه النهائيه اللي وصل لها الراوتنج تيبل دوت احطها في الفيب، وبترجم الارب دوت لادجيسنسي تيبل منه بقدر اخرج. بس قبل ما بخرج من الادجيسنسي بيحصل لي مرحله اخيره اسمها ريرايت، بغير شويه حاجات في الباكت وهي خارجه من هنا. يا ترى ايه اللي انا بغيره؟ بغير اللاير 2 ديستنيشن ادرس، وبغير اللاير 2 سورس ادرس، وبغير التايم تو ليف، واللاير 3 اي بي تشيك سم، واللاير 2 فريم تشيك سم. تعالوا نقول الكلام الغريب دوت ونشوف يمكن نفهم اي حاجة. دي اخر حاجة، خلاص دقيقتين وقفل الحلقة، ما تستعجلش. الباكت جاي على السويتش بتقول له حاجة غير الحمرة ديت، الباكت كبيرة كده فيها سورس ادرس كان مثلا 10.1.1.2، فيها ديستنيشن ادرس 10 او مش 10 بلاش 10 1.1.1.2، فيها سورس ماك كان البي سي مثلا اللي هو بتاع 10.10.1.1.2 ده، وفيها ديستنيشن ماك. الديستنيشن ماك ده بيبقى الديستنيشن بتاع الجيت واي، خلاص، وده بيبقى عارفه البي سي بتاعك اول ما هيجي له ترافيك هيرميه على الجيت واي بتاعك. هتخش على السويتش، دخلت على الفيب، طلع من الادجيسنسي وهي خارجه هنا اهوت، وفيها تايم تو ليف 255. بعد 255 بقى وقع الباكت دي، واضح ان هي بتلوب. مش معقوله عدت على 255 راوتنج هوب ومع ذلك مش عارفه توصل، وهي داخله على السويتشنج دوت. هاجي هنا اهوت هاجي هنا اهوت، وهخلي السورس ادرس زي ما هو والديستنيشن ادرس زي ما هو، بس السورس ماك ده الماك بتاع السويتش ده بقى سويتش ماك مكان السورس ده سويتش ماك ده اللي هو بقى ايه بقى السورس ماك اللي هو ده، شايف؟ غيره، كان البي سي شال البي سي، هو ترافيك طالع عشان هو طالع من كذا رايح لراوتر مثلا، ف وانا خارج بقيت بحط ايه السورس بتاع الراجل، وانا رايح الجيت واي بتاعي ده انا اروح ل 10.1.1.1 كان الراوتنج تيبل بيقول لي روح لها عن طريق 102، يعني كان الراوتنج تيبل اللي كان عندي كان بيقول ان 10.1.1 سوري احنا بنراوت الديستنيشن، ان 1.1.1.2 ديت هقدر اوصل لها عن طريق 172.16.1.3. حلو كده، انا عرفت الكلام ده عن طريق الاو اس بي اف بمترك 200 اي بتنجان، خلاص. ده الديستنيشن هقدر اوصل له عن طريق الراجل ده. الراجل دوت لازم يكون انا عندي واحد لازم اقدر اوصل له علشان اعرف اوصل للديستنيشن، ولازم يكون عندي انترفيس موجود في نفس السبنت بتاعته. فانا هحط الديستنيشن ماك بتاع ده، عشان لما اوصل ل 172.16.1.3 هو دوت اللي يعمل لي ريروتنج لحد لما اوصل خالص ل 1.1.1.2. حلو كده، يبقى انا غيرت السورس ماك وغيرت الديستنيشن ماك. التايم تو ليف كانت 255 بقت 254، عدت على اهو. في حاجه بقى اسمها لير 2 تشيك سم ولير 3 تشيك سم، دايس شويه تشيك بيتاكد ان الباكت وصلت له سليمه، وبيطلعها عشان الباكت اللي بعديه يتاكد ان الباكت وصلت له سليمه. فدي حاجات لازم تتغير واحنا خارجين. ده اللاير ترو ديستنيشن ماك ادرس والسورس ادرس والتايم تو ليف والتشيك سم هنا وهنا.
بسرعه نراجع ايه اللي احنا قلناه في الحلقه ديت. انتر في لان راوتينج، تايب بتاع الانترفيسز، المالتي لاير تراديشنال اوفر فيو ان انا يكون عندي لود بروسيسور وعندي سويتشنج انجن، السيف، ودي الحاجه الجميله او الحاجه العملاقه اللي عملوها، بقى عندي حاجه اسمها داتا بلين وحاجه اسمها كنترول بلين. ليه قسمنا ده؟ ارخص بكتير قوي، ليس اكسبنسيف جامد جدا، وكمان بياخد ليس تايم كونسيومينج، بياخد تايم اقل بكتير قوي من الاربور راوتينج تيبل. وانا خارج لازم اغير في شويه حاجات علشان اقدر اخرج، في بعض الحالات بضطر اعمل بونت للسف دوت واخش على الراوتينج تيبل لو هو كان مليان، لو هو كان في حاجه بقى اكسس ليست. ده احنا شفناها في الحلقه، ممكن ترجع لها مره تانية. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، متشكر جدا لمتابعتكم معايا. استنوا الحلقه الجايه، الدي اتش بي حلقه صغيره ولطيفه تقدر بيهم تجمع الشابتر دوت، عشان نشوف الاسبوع الجاي ان شاء الله جزء جديد في المونيتورنج. اشوفكم بخير، ما تنساش لازم تسبسكرايب في الحلقه. هتجيب البرزنتيشن دي منين؟ صحيح، هجيبها منين؟ هتجيب البرزنتيشن ديت، هتخش على الموقع بتاعنا محمد سمير، وهتخش هتلاقي حاجه اسمها دي اتش بي، لا هتلاقي حاجه قبل دي اتش بي موجوده اسمها مالتي لاير سويتش، كليك عليها هتخش هتلاقي البرزنتيشن اهيت. ممكن طبعا الدنيا لسه فاضيه علشان احنا لسه ما كتبناش الحلقه يعني، لكن لسه بنكتب ملخص للحلقه يعني. هو التاني ممكن تراجع الحلقه بسرعه، وبعد ما بنكتب ملخص الحلقه هتلاقي الفيديو هنا برضو لو انت عايز تتفرج عليه. لو انت جيت ببساطه، لو انت عملت على سي سي ان بي كورس هتلاقي الحلقات كلها موجوده هنا، ال 12 والحلقه ال 13 والحلقه 14 و 15 هتلاقي الحلقات كلها موجوده هنا، ممكن تراجعها لو في حاجه مش ابديتد. احنا شغالين بنابديت عليه.